كان فكرة يعني حلوة مشان تغيير جو اللاجئ، تغيير لأنه كله بياض ببياض. بالنسبة للغاية من العمل، الغاية منه هو تمييز القطاعات بالمخيم بألوان معينة. مثلا اللون الاخضر مثلا رمزنا له بالصحه وموضوعه عن الصحه اجت، اللون البني او البني الغامق والعسلي عن الاثار وغيره، وجيتنا قطعت باللون الازرق كان راح نرسم بحور.